معايا عبر الهاتف الآن الكابتن حسن الحصري المدرب العام لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة. نبارك له ونهنيه يا فندم، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كريم، ربنا يخليك يا حبيبي. مبروك على شعب مصر كله، جماهير الرياضة المصرية وجماهير الكرة الطائرة، ألف مبروك يا حبيبي. فرحتونا يعني وكالعادة بتفرحونا، وجيل عظيم جدا لمنتخب مصر للكرة الطائرة يا فندم. الحمد لله رب العالمين، بطولة غايبة عننا بقالها سنين، رجعت تاني. كان الضغوط اللي علينا ان البطوله على ارضنا وغايبه عننا بقالها فتره، بقالنا 4 شهور بنستعد لها. بصراحه يعني عايز اقول لك الناس الحمد لله القائمين على اللعبه في مصر يعني ما بخلوش باي جهد عشان نوصل للتتويج اللي احنا اتوجناه ده، وعملنا معسكرات خارجيه، عملنا حوالي 12 ماتش ودي مستوى عالي قبل ما نخش البطولة. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا كلل الجهود والتعب بالنجاح الحمد لله. الخسارة في الدور الأول أمام المنتخب الجزائري 3-0 خلانا نتخض وخلانا نقلق على المنتخب، وبعد كده الأداء كان رائع حتى في مباراة اليوم. هو خلي بالك ده كان ماتش عارض يعني، وكان ماتش على بطولة المجموعة وبعدين عسى ان تكرهوا وهو خير لكم. يعني الحمد لله بالرغم من ان احنا رحنا في الطريق الاصعب، لكن انا حتى لو لاحظت حتى في مداخلتي قبل البطوله انا قلت ان انا كنت افضل ان مشوارنا يبقى صعب شويه، لان مستوى الفرق اللي عامله اعداد كويس بيطلع من مباراه لمباراه. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني ده احنا في الطريق الاصعب، ويعني الحمد لله كان المستوى بيطلع من مباراه للثانيه من مباراه للثانيه، وانت اديك شفت يعني حتى برغم المواقف اللي اتحطينا فيها اثناء المباراه، لكن الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا ان احنا يعني نتغلب على الصعوبات الحمد لله ونكسب بفضل الله. الشوط الرابع تحديدا كان شوط يقلق جدا يا فندم. الرابع اللي احنا حسمنا فيه المباراه، اتفضل. اصابه احمد سعيد يعني دي يعني خلتنا كلنا يعني خلي بالك اصلا مش عارف يعني احمد سعيد غير ان هو يعني واحد من اهم اللاعبين في الفريق ومن اعلى، انت مش عارف يعني محبه احمد سعيد في قلوبنا قد ايه يعني. يعني احنا يمكن يعني كان تركيزنا كله مش في الماتش وقت اصابه احمد سعيد قد ما احنا عايزين نطمن على احمد يعني. بس قدر الله ما شاء فعل، نزل محمد عصران مكانه. الاول طبيعه الاصابه ايه يا فندم؟ طمنا عليه. بص هو يعني غالبا في حاجه في رباط او كده، بس احنا لسه ما تاكدناش يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا ان شاء الله يتم له الشفاء باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. لكن يعني انت شفت محمد عصران نزل كمل المشوار بتاعه برغم ان هي طبعا الـ الشده بتاعت بدايه نزوله، لكن بعد كده الدنيا الحمد لله رب العالمين قدم مباراه ولا اروع وعمل ماتش جميل في نهائي افريقيا. الجميل بقى يعني انت شفت احمد صلاح لما نزل يعني قلب موازين المباراة ازاي. المباراة كانت ماشية في اتجاه الشوط الرابع، احمد نزل يعني قلب اسد في الملعب. بسم الله ما شاء الله يعني يعني عايز اقول لك يعني حتى حسام زي ما تكون ما تقول اول ما شاف احمد طوق النجاة بنزر على طول مديله الكور في مركز 4 وفي مركز 2 يعني واخد بلوك كويس جدا. احمد عمل حاله فريده من نوعها في الرياضه، مش في الرياضه المصريه ولا في الكره الطايره المصريه، في الرياضه بصفه عامه يعني. صحيح. انا كنت لسه كان سؤالي اللي جايه كنت عايز اسالك، هتقول ايه ليه وهو يعتزل اللعب مع المنتخب وكره الطائره واحد من اساطير اللعبه يعني؟ احمد صلاح يعني علشان نجيب لاعب زي احمد صلاح ده يعني تاني انت محتاج سنين طويله. طبعا مصر ولاده والحاجات اللي احنا الجميله اللي احنا بنقولها وكل حاجه، لكن واحد اولا اخلاقيات احمد صلاح، التزام احمد صلاح، يعني انا مش هحدث ولا حرج لان يعني علم اجيال الالتزام والاحترام والاحتراف. واحنا كان معانا لعيب يعني هقول لك لعيب محترف داخل محترف بمعنى الكلمه يعني داخل الفريق، يعني عايز اقول لك اول واحد في المطعم، اول واحد في الاتوبيس، اول واحد نازل بيسخن.
بيدي دايما صوره جيده جدا وبيدي ايمج حلو كده يعني للاعب الكره الطايره المحترف يعني. بقول له ربنا يوفقك يا احمد مع النادي الاهلي، انت اديت لمصر كتير، ربنا توج يعني مجهودك، انت برضو ربنا جعلك سبب ومن ضمن الاسباب ان مصر تتوج ببطوله غايبه عنها سنين طويله، الحمد لله رب العالمين، انت كنت ربنا جعلك احد الاسباب فيها وشلت الكاس وانت كابتن الفريق، ويعني وخير نهايه لمشوار دولي مع منتخب مصر كان فعلا بتقول منتخب مصر تقول احمد صلاح. صحيح. ما شاء الله صح. ربنا يا رب يوفقه ان شاء الله باذن الله ونشوفه متوج كده مع ناديه يعني باعلى المراكز ان شاء صحيح. الله باذن الله. ألف مليون مبروك كابتن حسن الحصري المدرب العام لمنتخبنا الوطني لكرة الطائرة بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية اليوم.